إذن لا توجد صورة، لم تظهر لنا أي بيانات على التلفاز، سواء من منفذ الجاك الخاص بالأرضي أو من منفذ الـ HDMI. جيد، ليست لدينا صورة. قمت بتركيب إيسي الإشارة، يعني ليست لدي صورة ومع ذلك ركبت إيسي الإشارة، لماذا؟ حسنا، إذا افترضنا أن في هذا الريسيفر هناك لدينا معالج مضروب على سبيل المثال، لدينا معالج مضروب، هل توجد لديك طرق لمعرفة هل هذا المعالج مضروب أو لا، أو يعني صالح، مع الإشارة ليست عليه سخونة؟ إذا نريد أن نعرف هل هو مضروب أم لا. سنجعل هذا الفيديو هو فرصة يعني للمبتدئين، فقط ركز معي. هذا المعالج عندما يكون اي سي الإشارة هو 835 أو أي اي سي 8 أطراف إشارة، هذا الاي سي يسمى ال ان بي فولتاج بوستر أو شيء مثل هذا القبيل، سنسميه نحن بلغتنا اي سي رافع الجهد الخاص بالإشارة بدون فلسفة زائدة. اي سي رافع للجهد خاص بالإشارة. جيد، عندما يكون لنا اي سي رافع جهد خاص بالإشارة 8 أطراف وأسماؤه بين ال اف دي 95 15 وال اي ان 86 81 وال اس 835، هذه الإيسيات هي بديلة لبعضها، يعني رغم أنك قد تصادفها جميعا، قد تصادف فقط الاس 80 لأنه هو الأشهر، إلا أنها بديلة لبعضها. كيف تعمل هذه الإيسيات؟ هي تعمل بطريقة بسيطة جدا، تأخذ 12 فولت وتأخذ أمر التضخيم. جيد، تأخذ 12 فولت وتأخذ أمر التضخيم. أمر التضخيم 12 فولت عرفنا أنها تأتي من منفذ 12 فولت، لكن أمر التضخيم ما قصته؟ الموضوع بسيط جدا، لدينا ثلاث أطراف، سبق وقلتها، لدينا ثلاث أطراف أو ثلاث مسارات مرتبطة من هذا المعالج إلى هذه الإيسيات، تمر عبر ثلاث مقاومات. سنضع هذه البوردة جانبا، سنأتي ببوردات أخرى، هذه على سبيل المثال، لاحظ معي جيدا، هذا هو مكان الاي سي، هذا هو مكان الاي سي هنا، وهذه هي المقاومات الثلاثة هنا، لاحظ مسار متجه مباشرة إلى المقاومات، هذه بوردة. جيد، سنأخذ بوردة أخرى، لدينا هنا، لدينا هذه، رغم أن المقاومات بعد الملف، لاحظ الاي سي هنا والمقاومات بعد الملف هنا. جيد، سنأخذ بوردة أخرى، لدينا بوردة أخرى، لاحظ هذا مكان الاي سي 8 أطراف، ها هي المقاومات، ها المعالج، إذا تمر الأطراف من هنا إلى المقاومات، إذا قلبت ستجد أن الأطراف تمر من هنا إلى هنا، أي من هنا إلى المقاومات ثم بعدها إلى هنا. هذه المقاومات يعني عندما تسمع سؤال إما على مستوى البولوريزاسيون، يعني تقول لي الريسيفر لا يقلب أفقي عمودي، فقط 14 فولت، هنا المقاومة إحداها تالف. جيد، إما إحداها تالف إما أن المعالج مضروب، رغم أن الصورة تظهر إلا أن المعالج قد يكون به عطل داخلي جزئي. لقد يعني تطرقت إلى هذا الموضوع، لكن فقط ركز معي وستفهم جيدا إن شاء الله تعالى. لدينا اي سي، سنأخذ البوردة التي كنا نعمل عليها، هي هذه، قلنا لدينا ثلاث مسارات، أين هي هذه الثلاث مسارات؟ ها هي ثلاث مسارات، ركز معي جيدا، ها هي ثلاث مسارات تظهر واضحة جدا، هذه الثلاث مسارات هنا، الأول الثاني الثالث، ستجد على هذا المسار حوالي 3.5 فولت، وهذا إما 3 أو أقل فولت، وهذا 1 شيء 3.8، المهم 1، وهذه ستجد عليها 3.3، الأول 3، الثاني 3، الثالث 1. لاحظ المسارات هي متجهة مباشرة إلى المعالج، ومن المقاومة يعني بعد المقاومة متجهة إلى الإي سي، طبعا تدخل إلى البوردة وتخرج في هذه النقطة 3. جيد جدا، قلنا أن لدينا انعدام للصورة، ليست لدينا صورة على التلفاز، ليس لدينا لا على منفذ الجاك ولا على منفذ الـ HDMI، نريد أن نتأكد من هذا الجهاز هل يشتغل أم لا. غالبا أي فني وضع أمامه ريسيفر ميني بدون شاشة العرض التي توضع هنا ولا يعرض له شاشة، أي لا يعرض له الصورة سواء من هنا من هنا، فهو يحكم عليه أنه تالف. جيد، هنا
كيف يتصرف؟ أول شيء تقوم بشحن الفلاشة، وفي هذا الاي سي في او في هذا في هذه البوردة قمنا بشحن الفلاشة حتى نمر مباشرة إلى ماذا أفعل بعد شحن الفلاشة. جيد، حسنا، تابع معي. لدينا 12 فولت، قمنا بترقيع المشكل الذي تركه الفني في الاس 47 وأعطانا فولتيات، يعني أصبحت دائرة ال 12 فولت تعمل بكفاءة ودائرة ال 5 فولت تعمل بكفاءة. جيد جدا. الآن لدينا معالج ووجدنا أن الفولتيات هنا مثالية، 3.5 و1.8 هي مثالية، وهذه الفولتيات تترجم في في المعالج وترسل أيضا إلى إي سي الإشارة. تلك الفولتيات التي ذكرت هنا قادمة من هنا، يعني تدخل إلى هنا، وبعد ذلك يقوم بالتحكم فيها عبر ترانزستورات صغيرة جدا داخله ويرسلها إلى إي سي الإشارة للتحكم فيها، للتحكم في الإي سي في خرج الفولتية. إذا كل شيء واضح إلى حدود الساعة. الآن نريد أن نعرف هل المعالج يشتغل أم لا. الأمر بسيط جدا، قلنا أننا شحننا الفلاشة بمعنى أن دائرة الداتا يجب أن تعمل بكفاءة، يتبقى لنا عطل المعالج كاحتمال. جيد، إذا قمنا بتزويد هذا الشيء بالفولتية على هذه الشكلة، إذا قمنا بتزويده بالفولتية على هذه الشكلة، جيد، سنقوم بقياس الفولتيات في الجهاز ككل. أولا لدينا 12 فولت، هل هي موجودة أم لا؟ إذا توجد 12 فولت. مر معي إلى ما هو أقل، لدينا 5 فولت هنا، سنفترض أنها 5 فولت، لأن لدينا هنا 1.8 أو هنا 1.8، 1.8 مضبوطة، 3.3 مضبوطة، إذا لا يهمنا قبل هذين يعني الإيسيهين هل هناك 4.1 أو 4.99، لأن تغذية المعالج وصلتنا مثالية، بمعنى لو كانت هنا متدنية سنبحث عن ترقيع العيب هنا، لكن عندما وصلتنا مثالية هنا إذا كل شيء جيد. هذه التفاصيل التي أشرح وضعتها في كتاب، وإن شاء الله تعالى هو قريب من النزول، وكل شيء بالتفصيل الممل، لكن من الضروري عليك بعد التطبيق. كنا نحاول أن نصلح الجهاز عندما تأكدنا من أنه يعني صعب الإصلاح، سنحوله إلى درس تطبيقي للتعلم ليس أكثر، لكن ما زلنا لم نعرف بعد هل هو يمكن إصلاحه أم لا. ركز معي، لدي فولتيات كما قلت هنا مثالية، فولتيات الداتا مثالية، فولتيات الداتا مثالية، لكن هذا الإي سي قلنا أنه يستلم يعني إشارته من المعالج. جيد، يعني المعالج هو من يعني يرسل الإشارات إلى الإي سي من هذه الأطراف الثلاثة. إذا سنقوم بقياسها، لاحظ معي جيدا، سنقوم بهذه الطريقة بالقياس. هنا تتضح نقطة مهمة يجب التركيز عليها، عندما تقول لي إحدى القطبيتين مفقودة يجب فحص هذه المقاومات. جيد، أنا سأفحص قبل المقاومة، قبل المقاومة يوجد سلك فقط، لا يعني لا توجد أشياء أخرى، ليس هناك مجال للفلسفة، نقوم بقياس السلك مباشرة، يعني توجد فولتية لا توجد، ليس هناك أمر ثالث. جيد، المقاومة الأولى والتي من المفترض أن تكون يعني من المفترض أن تكون 3.3 صفر، لاحظ في الملتيمتر صفر. المقاومة الثانية التي من المفترض أن تكون 3.3 صفر. المقاومة الثالثة التي يفترض أن تكون 1.8، لاحظ جيدا في الملتيمتر تظهر 80.80 1.90 0.3 5، ليس هناك ثبات، بمعنى أن المعالج هنا المعالج لا يعمل بكفاءة، المعالج لا يعمل بكفاءة. طبعا قد تقول لي هل إذا وجدت فولتية قبل المقاومة حل معي المشكل أعوض المقاومة؟ توجد طرق أخرى، وهي أننا نقوم بتمرير، يعني هذا يعني موضوع شيئا ما احترافي، لكنه يعني لا يغلى على المتابعين في هذه القناة، وهذه القناة طبعا بكل تواضع هي للمبتدئين، من مبتدئ لمبتدئين، لكن إذا تابعت دورة الريسيفرات الميني ستصبح لك خبرة كبيرة في المجال إن شاء الله تعالى. بعض الفنيين يقولون على أن هذه الأشياء أنها رخيصة، يعني لا ترتقي لأن نضيع وقتا من أجلها، لكن ركز معي ما الذي سأقول لك. هذا الجهاز رخيص، لم نختلف على ذلك، قد لا يتعدى $20، نعم لم نختلف على ذلك، لكن هناك ملاحظة مهمة سأقولها لك، عندما تصبح محترفا في هذه الأشياء لن تتعدى في إصلاحه 5 دقائق، 5 دقائق
يعني فقط 5 دقائق ستكلفك يعني فتحه وإصلاحه وغلقه. يعني ركز معي، 5 دقائق، 10 ريسيفرات إذا أصلحتها كما لو أنك أصلحت جهاز يعني ليد ال جي 45 أو 60 بوصة. فقط يجب أن تصبح يعني مختصرا للوقت في عملك في هذه الأشياء، لأنه لا مجال لتضييع الوقت. جيد، سنعود إلى موضوعنا قبل أن ننسى حيث توقفنا. قلنا أن هذه المقاومات يجب فحصها، وإذا كانت توقفت عند نقطة موضوع احترافي، هنا تركب ترانزستورة، طبعا سأشرح هذا في فيديو منفصل. تركب ترانزستورة قبل هذا، تركب ترانزستورة قبل هذا الاي سي، تركب ترانزستورة نعطيها تغذية 3 فولت من أي مصدر، 3 3، نعطيها تغذية 3 فولت، وفي نفس الآن نعطيها إشارة القدح من المعالج، لكن نأخذها يعني من هذه المسارات، المسارات المتجهة إلى إي سي الإشارة، نأخذها ونقوم بتركيب دائرة خارجية عبر ترانزستورين، واحد AM واحد AM. هذا سأشرحه في فيديو منفصل إن شاء الله تعالى، عندما نقوم بالمقارنة بين الاي سي 8 اطراف والاي سي 6 اطراف. الان نعود الى موضوعنا حتى لا نضيع الكثير من الوقت. قلنا انه في حال اختفاء الفولتيات في هذه النقط هنا فالمعالج تالف. عند اختفاء الفولتيات هنا المعالج تالف، يعني كيف ستفسر ذلك او كيف حكمت عليه؟ قمنا بشحن الفلاشة، جيد، قمنا بشحنها، اعطيناه فولتيات لازمة لينطلق، جيد، لم يعطينا صورة، قلنا ليس هناك مشكل، لم يعطينا الصورة على المنفذ الثاني، قلنا ايضا ليس مشكل، قمنا بربط شاشه العرض لم تظهر هي الاخرى، قلنا ليس هناك مشكل. لكن عندما قمنا بتركيب اي سي اشاره ولم تعطينا خرج على اي سي الاشاره، هناك تلف، لانه اشارات انطلاق هذا الاي سي تاتي من المعالج، وكما قلت يمكن قياسها، رغم ان احداها هي عباره عن يعني اشارات تردديه، لكن يمكن قياس الفولتيات عليها. جيد، اذا سناخذ الان سناخذ تجربه حصريه على هذه القناه. طبعا دائما في هذه الريسيفرات ستجدون الجديد على هذه القناه طبعا، وهذا لن نختلف عليه ان شاء الله تعالى. لاحظ معي جيدا، التجربه بسيطه جدا لكنها مهمه حتى تفهم دائره الاشاره كيف تعمل. سنقوم بالقياس، قياس خارج الاشاره، خارج الاشاره سنقيسها هنا. لاحظ الملتيمتر هناك 14 فولت، لاحظ الملتيمتر 14 فولت، لاحظ الملتيمتر 14 فولت، 14 فولت، يعني ان البولاريزاسيون او البولاريزاسيون المأمور هنا هو صفر، يعني هنا صفر او 60، يعني سنعتبرها صفر، هنا 3 3، هنا 60 أو 30 أو 0 سأعتبرها 0، وهنا 1 8. إذا قمنا برفع فولتية الطرف الثاني، إذا قمنا برفع فولتية الطرف الثاني سترتفع الفولتية هنا إلى، لاحظ معي 14، سترتفع إلى 18. إذا قمنا برفع الفولتية الخاصة ب أو أمر تشغيل سترتفع الفولتية إلى 18، وسنقوم بذلك بتجربة عملية الآن. طبعا تجربة مفادها أنه عندما تقول للريسيفر اقلب من 13 إلى 18 لا يستطيع القلب، لأن الفولتية لا ترتفع بين المعالج والإي سي، بمعنى أن البوش أو الدفعة التي يعطيها الإي سي هي فاشلة، إما لعيب داخلي أو مقاومة مضربة أو ما إلى ذلك. سنقوم الآن بفحص، لاحظ معي، سنقيس الفولتيات، سنقيس فولتية الخرج، لاحظ معي جيدا، فولتية الخرج لن تتعدى 14، لاحظ 14.5، يعني لن تتعدى 14. سنقوم بفحص كم الفولتية هنا، هي صفر. سنقوم بمد الريسيفر بفولتية من المنظم، سنعطيه حوالي 1، سنعطيه 1.8، أو سنقوم باستعمال جامب سلك عادي، يعني قياسات واضحة أمامك. سنقوم ب تثبيت سلك هنا في الطرف الذي نختاره من خلاله، هل نريد فولتية للأوريزونتال أو الفيرتيكال، هذا هو الطرف. لاحظ معي، طبعا نحن نجرب على بوردة جديدة ليست البوردة التي لدينا، لأن البوردة لدينا بها معالج مضروب، وبالتالي فالإشارة مقطوعة تماما عن الإي سي إشارة.
او اي سي ال ال ان بي او سميه كيف ما شئت. سبق وقلت ان الاسم ليس مشكل او عائق في هذا الموضوع. سنقوم الان بتثبيته هنا. سناخذ مقاوم او سناخذ فولتية من منظم 3 3، و 3 3 ستعطينا حوالي 20 فولت بعد يعني بعد الاي سي هذا. فكإجابة لمن يقول لدي اي سي ريسيفر ميني الفولتية لا تصعد، يعني فقط يستخدم بولوريزاسيون واحد. لاحظ الفولتية التي اصبحت على الطرف 3 3، ولاحظ فولتية الخرج هي 19 40. لاحظ معي 19 40 على الخرج. وإذا قمت بنزع هذا السلك الذي قمت بتثبيته للتو، سأعود وأقيس 14. هذا فيما يخص يعني الفني الذي يجد صعوبة في يعني تحويل البولوريزاسيون من 13 إلى 18، يا إما يكون الإسم مضروب أو لا. في هذه الحالة نستعمل مقاومة وترانزستور صغير، ونحتاج من الإسي فقط الإشارة، نحتاج فقط منه إشارة القدح، ونقوم نحن بدائرتنا التي قمنا بصنعها بالقلب. نحن لا نقوم بقلب الإشارة الكاملة 18، لا، نحن فقط نقلب قيمة القدح، يعني عوض 0 إلى على سبيل المثال إلى 3.0 أو 92 فقط، وهو هذا القدح هو الكافي ليعلم الإي سي بأن يقلب من إشارة 13 إلى 18. وهذا إن شاء الله تعالى سنشرحه في قادم الأيام. أتمنى من صميم القلب أن أكون قد أفدتكم ولو بالشيء القليل في هذه الأشياء. بالنسبة لهذه البوردة فالمعالج مضروب، وقمنا بعمل جميع الخطوات التي يمكننا من خلالها التحقق، الصورة على الـ HDMI، الصورة على الجاك، وإشارات طبعا الخاصة بـ AC الإشارة. إذن هذا كان كل ما لدينا في هذا الفيديو. أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالشيء القليل. إلى أن نلتقي على محبة، لا تنسونا من صالح الدعاء. كان معكم سفيان بنيات.